السلام عليكم. بالنسبة لبطاقة التموين، لو عايز تعمل بطاقة تموين جديدة عشان القرار اللي نزل ان مفيش اي بطاقة جديدة هتتعمل يا جماعة، وكمان بالنسبة للبطايق القديمة هيتحذف منها ومش هيبقى غير 2 على البطاقة بس. من يومين كده الناس شغالة ترن عليا، الحق اعمل لنا بطاقة تموين، الحق اعمل لنا بطاقة تموين، ايه اجراءات بطاقة التموين؟ خليكم معانا هنتكلم بالتفاصيل عن بطاقة التموين الجديدة. لو انت عايز تعمل بطاقة تموين جديدة خليك معانا وكمل الفيديو للآخر، وما تنساش تشترك في القناة وتدي لايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس. خليكم معانا. ورجعنا تاني لبطاقة التموين اللي هي عاملة مشكلة لجميع الشعب المصري. باختصار يا جماعة، اللي عايز يعمل بطاقة جديدة لازم يكون معاه 3 حاجات. أول حاجة البطاقة الشخصية بتاعتك لازم تكون مكتوب فيها متزوج، والبطاقة الشخصية بتاعت مراتك لازم تكون متزوجة منك انت. الحاجة الثالثة عشان تعمل البطاقة لازم يكون معاك رقم تليفون مسجل باسمك انت اللي هو صاحب البطاقة التموينية. يبقى 3 حاجات يا جماعة عشان ما ننساهمش، خليكم معانا. اول حاجة لازم يكون معاك البطاقة الشخصية بتاعتك يكون مكتوب فيها متزوج. الحاجة الثانية البطاقة الشخصية بتاعت مراتك لازم تكون مكتوبة متزوجة. الحاجة الثالثة لازم يكون معاك رقم تليفون مسجل باسمك انت. طيب خطوط الشركات ايه معناها؟ لا، ما تنفعش خطوط الشركات ولا خطوط الفواتير، لازم يكون خط حر بتاعك انت، لا تابع لخطوط شركات ولا تابع لمفوض ولا تابع لأي جهة تخص الخط ده. يعني الخط ده لازم يكون متسجل باسمك في شركة الاتصالات أو فودافون أو موبي نيل، بيكون بعقد، المفروض يكون بعقد عشان يكون خط رسمي مسجل باسمك. بهذه الخطوات هنقدر نعمل لك بطاقة تموين جديدة، ده إذا كان القرار ما صدرش رسمياً وان هي البطاقة ما توقفتش او طبع البطاقات الجديدة ما توقفتش. طيب نرجع بقى ان انت عامل بطاقة تموين عايز تضيف عيالك. اولا بالنسبة للمواليد مفيش اضافات جديدة خالص في التموين يا جماعة. الحاجة الثانية عايز تضيف مراتك عندك، يعني بمعنى ان مراتك حاليا بتصرف عند بيت ابوها، وعايز انت تجيب مراتك على البطاقة الشخصية. ايه المطلوب وايه الاجراءات؟ اولا لازم يكون البطاقة الشخصية بتاعتك مكتوبة متزوج. الحاجة الثانية لازم يكون البطاقة الشخصية بتاعت مراتك متزوجة. الحاجة الثالثة يا جماعة اللي هي بقى ان لازم يكون قسيمة الجواز بتاعتكم مميكنة. يعني ايه مميكنة؟ يعني انت بتروح السجل تاخد صورة بطاقتك، بطاقة مراتك، وصورة شهادة الجواز، وبتعمل قسيمة جواز مميكنة بتطلع زي شهادة الميلاد كده بالظبط. الحاجة الرابعة واللي هي الأساسية بقى اللي هي رقم التليفون بتاعك لازم يكون مسجل، ده عشان تضيف مين؟ عشان تضيف مراتك انت. طيب ايه بقى نعمل تاني؟ عايز تعمل بدل فاقد لبطاقة التموين، عايز تعمل بدل تالف لبطاقة التموين، عايز تعمل اي حاجة في التموين ومصر الرقمية والحاجات دي كلها، لازم يكون معاك رقم تليفون مسجل باسمك انت. يبقى اذا يا جماعة اللي عايز يعمل بطاقة جديدة زي ما احنا قلنا الاجراءات، اللي عايز يضيف مراته زي ما احنا قلنا الاجراءات دي كلها. طيب ايه حكاية بقى ان يبقوا 2 على البطاقة؟ في البداية كان الناس كلها البطاقة التموين عليها 5 وعليها 6 وعليها ممكن جميع أفراد الأسرة، لكن من 6 شهور فاتوا يا جماعة قالوا إن هيخلوا البطاقة 4 أفراد. وبالفعل حدث، إحنا وبنسجل على الموقع حسينا إن في ناس بتتشال كده من غير أي سبب، عرفنا إن البطاقة هيبقى عليها 4 أفراد بس بدل 5 أو بدل 6. طيب
حاليا قالوا ان البطاقة هيبقى عليها فردين بس، يعني لو عليها 5 هيتشال 3، لو عليها 2، لو عليها 4 هيبقوا 2. انا مش متجوز وعايز اعمل بطاقة تموين. لا يا سيدي، لا، عشان احنا لما بنعمل لك فصل اجتماعي من التموين لازم تكون السبب ان هو الزواج، يعني بمعنى ان انت هتعمل بطاقة تموينية اذا هتتفصل من ناسك اللي انت بتصرف معاهم عشان يعملوا لك بطاقة تموين عشان انت اتجوزت وبقيت بأسرة. طيب في حاجة تاني بقى، المطلقة، المطلقة عايزة تعمل بطاقة تموين لازم يكون معاها شهادة الطلاق مميكنة، وباقي الخطوات كلها برضو نفس الكلام عشان نقدر نسحبها ونعمل لها بطاقة تموين بغرض ان هي مطلقة. دي كل البيانات يا جماعة والإجراءات اللي تخص التموين. في حاجة كمان ممكن نكون نسيناها أو ذكروني بيها يا جماعة، اللي هي الأفراد الغير مقيدين تموينيا، يعني بمعنى أنت عندك ابنك أو عندك زوجتك مش بتصرف خالص في التموين، لا بيت ناسها ولا بتصرف خالص في أي مكان، ده معناه إن هو غير مقيد تموينيا، يعني مش هينفع يتضاف عندك ولا عند أي حد، لازم هيئة التموين ووزارة التموين تضيف الشخص ده اللي هو غير مقيد تموينيا. أي استفسار يا جماعة بخصوص التموين وخصوص بطاقات التموين سيبوها في تعليق وإن شاء الله نرد عليكم. السلام عليكم.